السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في الله ونيت ماديستما، ونتناول في هذه الحلقة حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر أو للزاني الحجر. وهذا الحديث كان قد أثار يعني نقاشات حادة ومواعيد مستديرة، وناقشه فقهاء في مواجهة أصحاب العلوم الكونية. لماذا؟ لأن أصحاب العلوم الكونية يعني تخصص علم الوراثة، يعني الدي ان اي، المتخصصون في الدي ان اي، تحليلة الدي ان اي، كانوا قد اقترحوا لأن المسألة يعني بسيطة جدا وسهلة بالنسبة للعلوم الكونية، وممكن أن تحسن في الأمر لأنها دقيقة ويعني موضوعية، العلوم الكونية موضوعية ليس فيها خطأ. فالفقهاء يعني رفضوا هذه الاقتراحات. لماذا؟ يعني واجهوا أصحاب العلوم الكونية لماذا؟ لكي يبقوا أصحاب الميدان، لأنهم لا يريدون أن تتدخل العلوم الكونية في الفقه، لأنها إذا تدخلت العلوم الكونية في الفقه فسيصبحون جهلاء، لأن العلوم الكونية دقيقة وموضوعية ومنطقية وليس فيها خطأ. فهذا الحديث أولا بالنسبة للتراثيين، التراثيون يعني هذو أصحاب هذا التراث العباسي، فهذا الحديث ضعيف بالنسبة للتراثيين. أنا لا أعترف بعلم الحديث، أنا أقول التراثيون، فيعني هذا الحديث ضعيف، هذه نقطة مهمة. ثم بالنسبة لنا وبالطريقة الجديدة التي تكلمت عنها، وهو تحليل نص الحديث وتحليل كلمات الحديث، وكذلك بالمنطق، هل هناك تناقض مع القرآن أو مع الواقع أو مع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يعني أن نقف على حقيقة الحديث. فبالنسبة لنا بتحليل نص الحديث، فهذا الحديث مستحيل، هذا الحديث مكذوب يعني كما سنرى. فنحن الآن نناقش، وسنترك لكم أنتم الحكم والاستنتاج يعني فقط، نحن نناقش فقط، نعطيكم معلومات دقيقة بالنسبة لأصحاب الحديث وبالنسبة لأصحاب العلوم الكونية، وأنتم يعني لكم الحكم ولكم الاستنتاج، لكم الكلمة. فأولا يعني هذا الحديث كان هناك، كانت قصة قد وقعت يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخ سعد بن أبي وقاص، هذا عتبة بن أبي وقاص، فكان يعني اختصموا في غلام وجاءوا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخي قبل موته أوصاني بأن أخذ الغلام فهو ابنه، لأن هذا أخو سعد بن أبي وقاص يعني كان أوصى، قال الغلام فإنني زنيت بأما وهو ابني، وهو متيقن. ولكن اختلف مع عبد بن زمعة، قال للرسول يا رسول الله هذا أخي وازداد على فراش أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالغلام، جاء هذا الغلام فنظر إلى الغلام، الشباب ركز جيد، فنظر إلى الغلام فإذا يشبه عتبة، فرآه يشبه عتبة بن أبي وقاص، فقال لسعد خذ الغلام. وهذه هي المناسبة، قال يعني هذا الولد للفراش وللعاهر الحجر أو للزاني الحجر، وأمر هذه السيدة لكي تحتجب. فانظر الشباب، انظر هذا نموذج، هذا الحديث نموذج للشرعة والمنهج. أيها الشباب تعلم جيدا، الشباب اللي في الدراسات والشريعة وأصحاب العلوم الكونية، طبعا الشباب العلوم الكونية الذي يعني بدأ يهتم بالدين وبدأ يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فهذا نموذج للشرعة والمنهاج. وانظروا ما هو القوي في الحديث، القوي في الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الغلام فإذا به يشبه عتبة، فهذه مسألة علمية، هذه مسألة علمية، فهذه الشرعة. هو لأن الولد ازداد في الفراش، ولكن الرسول يعني حسم في الأمر لأنه يشبه، لكن المنهاج أن نتعرف عن نسب الولد بالشبه ولا بالدي ان اي بالمختبر، نفس الشيء الشباب. الشرع هو أن نسب لهذا الولد للفراش، هذا طبعا خطأ. المنهاج وهو التأكد من نسب الولد. ففي ذاك الوقت لم يكن مختبرات، الرسول رأى صلى الله عليه وسلم بأنه يشبه، فهذه مسألة علمية، الشبه مسألة علمية لأن الجينات. فالمنهاج هو أن نتأكد من نسب الولد، يكون بالشبه أو يكون بالمختبر فهو نفس الشيء. الآن لدينا مختبرات،
الآن لدينا مختبرات، وعلى المجمعات الفقهية أن تكف عن جهلها. يعني إننا الآن هؤلاء الفقهاء الآن يضحكون على الأمة، ويريدون الأمريكيين والأوروبيين أن يضحكوا علينا، لأن الإخوة في أمريكا والإخوة في أوروبا ممكن ترجموا الحديث لأصحاب البيولوجيا، الأمريكيين اللي دارسين الدي إن أو علم الوراثة، عليهم كل الناس درسوا علم الوراثة، يعني اللي عندهم ثانوية عامة يعرفون هذه المسألة. فيعني تكلموا مع الأمريكيين وطلبوا منهم رأيهم، سيقول لك المختبر، لأن العلم، لأن المنهاج أن نتأكد من النسب الولد، ما الزينة ولا أبوه ولا أمه، هذا لا يهمنا، لا يهمنا نسب الطفل، لكي لا نظلم الأب الحقيقي والأم الحقيقية. ولماذا الفقهاء الآن يريدون هذا الولد للفراش؟ يا سيدي إذا كان أبوه زنى ولا أمه زنت، ويعني هذه الأمور هذه يجب أن نحسم فيها هنا يعجز الفقه، هنا وقف حمار الشيخ في العقبة، هنا الفقه لا يقدر ولا يبقى يعني غوغو علينا، هنا الفقه عاجز، المختبر الدي ان اي، ولا يبقوا يعني الغمق ديالهم بالجهل ديالهم، لانهم لا يريدوا ان يصبحوا جهلاء، لا يريدوا للمختبر للعلوم ان تتدخل، لكن على الدول التي تشرع بان لا تشرع على اساس هذا الحديث العشي، ان تشرع على اساس العلم، وكفى من هذه الاخطاء، وكفى من هذه الخزعبلة، وكفى من الضحك على الدقون. فأعود لي، لماذا قلت الشباب هذا نموذج للشرعة والمنهاج؟ الشرعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الشبه، لكن المنهاج هو التأكد من نسب الطفل، من نسب الولد. الشرعة والمنهاج، المنهاج لا ينقضي، المنهاج لا يخطئ، المنهاج يطبق في جميع الأمكنة وفي جميع العصور حتى بعد 100 قرن. الشرعة لا، الشرعة تكون حل نسبي في الزمان والمكان الذي كان فيه، المنهاج يبقى، الشرعة تنتفي تنقضي. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن الذي فيه، هذا القرآن شنو فيه؟ إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الزنا يدخل في الفواحش. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يقول لهم الولد للفراش وللعاهر الحشر، الحكم لكم، انظروا كيف ترون. أنا لا أفتي، هذا الحديث لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوله، حديث مكذوب، وأصحاب التراث يقولون بأنه ضعيف ولا يؤخذ به. هذه المسألة، ثم لماذا يعني أثرت هذا الحديث؟ هذا الحديث نموذج في الشرع والمنهاج، أن يعتمد الشباب على المنهاج وليس الشرع، لأن الآن الأمور تقدمت، ولا يمكن أن نطبق المسائل التي كانت تطبق يعني لما نزل القرآن، لم يكن شيء، لم يكن علوم ولا يعني مختبر ولا أشياء نتأكد بها من بعض الحقائق، ليس هذا الأمر. سنرى كذلك اللعان، هل ممكن اللعان؟ طب لا يمكن اللعان، لدينا مختبر، نأتي بشهادة ونأتي بأربع شهادات مختلفة من أربع مختبرات، تسمى أربع شهادات، أين المشكل؟ لكن المختبر، وليس تلعني واللعنك. يعني الأمور يجب أن تضبط، العلوم الكونية يجب أن تتدخل في الفقه، وإلا سنبقى نعيش كوارث، والأوروبيين والأمريكيين يضحكوا علينا. أنا التقيت مع أمريكي في مؤتمر واستحييت، يعني استحييت نتكلم معه في الموضوع، لأنه يعني كانت علي بايو تكنولوجي، كنا نتكلم على الإلكترونيات داخل الجينات وليس الجينات، ليس الدي إن إيه، يعني أعمق من الدي إن إيه، كنا نتكلم في المواضيع البكتيريا، نحن نعرف البكتيريا، تشخيص البكتيريا بدي إن إيه، ما أدراك غلام. يعني كنا أنا قلت it doesn't make sense، هذا الأمريكي كان يقول it doesn't make sense why، أنا قلت له علي الفقهاء لا يريدون لأنهم عندهم حجتهم ويقولون بأننا ستور مشاكل، بالعكس، تصوروا الشباب، اسمع المنطق والعقل، لو سمع الناس الآن بأن الحمل يجب أن تتأكد، ولو كان زواج شرعي، لو طبقنا كما نطبق هذه الإيكوغرافيا لنعرف بها واش ولد ولا بنت من اللي كتحمل المرأة، جميع المتزوجين في العالم الآن لما تحمل المرأة
كيعملوا إيكوغرافيا، هل ولد أم هل ذكر أم أنثى. نعم، في نفس الوقت نأخذ عينة من الأب والأم والولد ونتأكد من النسب. سمع الشباب، دور ديال العلوم الكونية، العلوم الكونية حاسمة وليس فقه يضحكوا على الناس. لو سمع الناس بأن النسب أصبح بالمختبر، أنا أسألكم ونتحدى شي واحد ينافق لي في الجواب، لو سمع الناس بأن التأكد في المختبر، هل سيقدر أحد على الزنا؟ هل سيقدر أحد على الزنا؟ يعني لا امرأة ولا رجل، هل سيقدر؟ سينتهي الزنا لأن الناس سيسمعون المختبر، والمختبر يعني حاسم وليس شهود ولا ينكر يقول لي ليس هذا ولا الدي ان اي تعطيك 99% وليس تصور، ولو الان ليس في حاله يعني خصام، لا، جميع الناس ملي كتحمل السيده ياخذوا عينه من الزوج والزوجه والولد يثبتوا النسب، وسترون انذاك لان الناس سيرتعدون، والله ما يزني لا هي ولا هو، انا اقسم لك هذا حل جذري للزنا، حل جذري. ولذلك الشباب الشرع والمنهاج في الوقت اللي نزل القرآن رسول الله سبحانه وتعالى نهى عن الزنا ولا تقربوا الزنا، لكن الآن نحن ممكن أن نجعل الناس لا يقربون الزنا بالمختبر، لما يكون الناس يعرفوا يعني يكون ينشروا الخبر بأن يعني حذاري يعني تحليلات الدي ان اي طبقت، والله أقسم لكم بالذي لا إله إلا هو واحد لزنا، ولو كان من كان، ولو كان وزير، لو طبقوا الدي ان اي يعني بالنسبه علي بالنسبه للمسلمين، لان المصائب عند المسلمين يعني علي، انتم الاستنتاج لكم والحكم لكم، حكموا كيف شئتم. كيف في هذا العصر نقول الولد اللي فراش كيف كيف؟ مختبرات متقدمه، الدي ان اي يفصل في الامر ويحسم بالامر، والتحليله سهله، يعني هذه التحليله في المختبر سهله، يعني عينه من الزوج، عينه من الزوجه، عينه من الطفل، ويعطيك النتيجة ويعني سيرتيفايد، يطبع يعطيك طابع بأن الولد صحيح. وفي حالة ما كان الولد خاطئ الضابطة القضائية، وليس وسترون آنذاك بأن لن يكون هناك زينة. ولذلك تناولت هذا الحديث لنستفيد من الحديث. فالتراثيون يقولون بأنه ضعيف، يضعفونه يعني إلى أقصى درجة. نحن بالمنطق نقول هذا الحديث لا أساس له، فبما أن الحديث لا أساس له ومكذوب فنتأكد من النسب بطرقنا، يعني الأمر الآن موكول لنا، نحن في عصر العلم وممكن أن نجتهد نحن، يعني هذه أمور، فيعني هذا اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إن لماذا 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 أربع شهادات؟ لماذا مختبر؟ لماذا أربع شهادات؟ لماذا عين منه هو وعن عين من الأم ومن الأب، عين من الطفل؟ إذا كان زينة جريمة زينة ستثبت، وليس فإن هنا، وإذا كذبت عليه، إذا كذبت على الزوج لأن هي اللي حاملة، هي الولد ولدها، لكن إذا كذبت على هذا السيد، هذه لما تلد تعاقب السجن وليس. فهذه الأمور يا عباد الله، لماذا الفقهاء الآن يرتعدون من العلوم الكونية؟ لماذا؟ أنا والله أنا أتساءل. العلوم الكونية الله سبحانه وتعالى أتنا علم لنعمل به، الإنسان لا يعيش بالفقه، الإنسان يعيش بالعلوم الكونية. نحن في العصر الآن مسلمين أمريكان ومسلمين الآن أوروبيين ومسلمين أستراليين ويابانيين، هل سنبقى هكذا يضحكون علينا؟ هل سيبقى هؤلاء الشيوخ جاثمين فوق صدورنا؟ لا، أمر غير والله أمر غير مقبول. أنا قلت أنا أناقش هذا أمر، أنا لا أقبله، أمر لا أقبله وأرفض ولا أناقش مع أحد، يعني أمر لا يستدعي النقاش. أنت تقول الحديث ضعيف، يا سيدي صافي الحديث ضعيف، أي ولماذا تقول لي الولد الفراش حديث ضعيف؟ أنا أقول لك الحديث مستحيل، وقع مشكل المختبر، هذا يصبح مشكل مدني، مشكل قانون، جريمة، وجريمة زينة طبعا الشرع يعاقب عليها. هكذا يجب أن نرى الأمور، وهذا الحديث يجب أن لا يحجب الحقيقة على الناس،
حديث مكذوب، حديث لا أساس له، لأنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن فيه إنما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما كاينش فحش أكثر من الزنا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش. هنا تناقض 7000% ولا سميتو. ولذلك الشباب أقول لك حلل نص الحديث، حلات لا أترك المتن السند وهذيك الترويد، أترك هذيك البزر، حلل نص الحديث وانظر هل يتناقض مع الواقع، مع القرآن، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأحاديث اللي فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مكذوبة، كلها كاذبة، لا في الخمر ولا في الربا ولا في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلعن الناس. لماذا يلعن الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرسله الله يبلغ الناس فقط.